هذا وأكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الفيفا سيطالب جميع دول العالم بإطلاق اسم الأسطورة البرازيلية الراحل بيليه على أحد ملاعبها. وحضر إنفانتينو مراسم تشييع جثمان بيليه، ونقلت عنه وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا القول إنه سيطالب كل دولة في العالم بتسمية أحد ملاعب كرة القدم لديها باسم بيليه. وفي إبريل 2021 تخلت ولاية ريو دي جانيرو عن مخطط لإطلاق اسم بيليه على استاد ماراكانا بعد رفض عمدة الولاية.